السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاهزين لدرسنا اليوم؟ يبي لك شرح الدعوة. قولوا لي نعيما. كبرت الجبهة مع الحلاقة لكن حد شعري من الذكاء. يلا تعالوا لدرسنا. أخذنا في درسنا الماضي أسباب عدم استجابة الدعاء، اللي هو أكل الحرام، شرب الحرام، لبس الحرام، الاستعجال بالدعاء. أنا حطيت تحتها خط لأنها ما فهمت بشكل صحيح. الدعوات التي لا تستجاب: الدعاء بالإثم، وشرحنا معناها، الدعاء بقطيعة الرحم، كذلك حطيت تحتها خط لأنها ما فهمت، الاعتداء بالدعاء. درسنا اليوم ما راح نأخره لأن ما فهمت بعض النقاط الماضية، فراح نبقى فيها حتى تفهم، ونأخر درسنا المستحبات أو السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حال الدعاء، من أجل أن يكون دعانا أحرى بالإجابة من إن إذا ما سويناها أو ما قلناها. طيب، قضية الاستعجال بالدعاء كثير من الناس لخبط بينها وبين إنه إذا جاي يدعي يقول: اللهم ارزقني الشيء الفلاني عاجل غير عاجل، اللهم عجل بزواجي عاجلا غير عاجل، اللهم عجل بشفائي عاجلا غير عاجل، اللهم عجل بتفريج كربي عاجلا غير عاجل. يا جماعة، قضية أنك تدعو الله عز وجل وتقول عاجل غير آجل، هذه وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه اللفظة، فما فيها بأس أنك تستعجل إجابة الله عز وجل، تستعجل كرم الله عز وجل، هذه ما فيها بأس. وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود، يقول صلى الله عليه وسلم عند دعاء الغيث: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعله، معناته استعجال كرم الله عز وجل، وهذا محمود غير مذموم. إيش المذموم طيب؟ المقصود بالاستعجال بالدعاء المذموم اللي هو استبطاء الإجابة. أنا دعيت ما استجاب الله عز وجل لي، فإترك الدعاء، أو أنه يتسخط على وضعه اللي هو فيه، ثم يقول: أنا دعيت ما استجاب الله عز وجل لي، قام يتسخط. هذا هو الاستعجال بالدعاء المذموم. طيب، الظاهر إن شاء الله بإذن الله أنها وضحت. كذلك الدعاء بقطيعة الرحم، هذه مثل يقول: يا الله يفرق بين فلان وفلان، الله يفرق بين فلان وفلان، هذا هو المقصود. ما هو المقصود أن الإنسان صار قاطع رحمة أنه ما يستجاب دعوته، لا، هذا هو المقصود. المقصود الدعاء بقطيعة الرحم أنه يدعو أنه يفرق بين فلان وفلان. ولا شك أن الإنسان كلما كان أتقى إلى الله عز وجل وقائم بواجبات الله عز وجل ومنتهي عن نواهيه أحرى بالإجابة من غيره، إنما يتقبل الله من المتقين. النقطة الأخيرة: الاعتداء بالدعاء كذلك ما فهمت. في مثالي قول بعض الناس: اللهم ارزقني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وهي دعوة سليمان. ما يجوز تدعي بهذه الدعوة، لأن سليمان دعا واستجاب الله عز وجل له، فكيف تدعو أنت أن الله عز وجل يرزقك بملك لا ينبغي لأحد من بعدك وقد لبي لسليمان؟ أو تقول: اللهم ارزقني الخلود في الدنيا، هذا غير صحيح، ما يجوز، لأن الله عز وجل قد كتب على أهل الدنيا أو من في الدنيا الفناء، كل عليها فان، فما يجوز تعتدي بالدعاء. أما أن تقول: يا من أجبت دعوة سليمان، يا من فهمت إبراهيم، يا من علمت إبراهيم، يا من فهمت داود، يا من علمت محمد صلى الله عليه وسلم، يا من رزقت أو رددت يعقوب إلى يوسف، أعطني ارزقني، هذا ما في بأس. لكن أن تعتدي بالدعاء، وضحنا النقطة، هي اللي نتجنبها من أجل أن يكون دعاءنا مستجاب إن شاء الله بإذن الله. أنه واضح. أي سؤال الخاص بالسنة القادم بإذن الله: سنن ومستحبات وأوقات الدعاء بإذن الله، سنن ومستحبات وأوقات الدعاء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعوا أحسنه، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. إذا أي سؤال خاص مفتوح، إذا استفدت لا تحرم غيرك هذه الفائدة، انشر الخير للغير، وفق الله الجميع كل خير. استودعكم الله.